النوعيه اللي هي البفتيك. البفتيك اللي احنا بنجيبه اللي هو العادي خالص دوت، وتكون مدقوقه. يعني ايه تكون مدقوقه؟ يعني تكون رقيقه قوي علشان ما تاخدش مني وقت في التسويه، ولما اجي كمان اقطعها تبقى طريه وخفيفه على بقي. بصوا اهو، ادي البفتيك اللي احنا بنجيبه زي ما انتم شايفين كده، ويكون مدقوق ومعاه نفس النظام المنديل الضاني الجميل بتاعنا، عشان طبعا يعني هو مع الفراخ هيدينا تطعيمه حلوه قوي. تخيلوا بقى لما حته لحمه مع منديل ضاني، الطعم ياخدنا لحد فين. التوابل بتاعتنا بصوا، هو نفس الموضوع هنا، هو في الفراخ، بس انا هنا شلت عصير الليمون اللي كان محطوط في الفراخ وحطيت برتقال. شلت عصير الليمون اللي في الفراخ وحطيت عصير برتقال. طب يا نونا ليه عصير برتقال؟ طب ما احنا كان ممكن برضو نحط ليمون، او ممكن نحط شويه خل. لما بنيجي نعمل الشاورما بنحط شويه خل؟ لا، نحط عصير برتقال. ليه؟ الخل والبرتقال والليمون حمضيات، الثلاثه حمضيات، لكن البرتقال الوحيد اللي ما بيفتحش اللحمه. تعالوا كده هاتوا حته لحمه صغيره حطوا عليها معلقه خل، وحته لحمه صغيره ثانيه حطوا عليها معلقه عصير برتقال. العصير البرتقال هيحافظ على لون اللحمه زي ما هو، وهيديني سرعه في التسويه، وهيديني طعم مميز جدا للشاورما بتاعتنا. لكن الخل كل اللي هستفاد منه فيه ان هو يديني سرعه للتسويه، وبيدوب ويفتت انسجه اللحمه نفسها، لكن هيفتح لونها. تحسوا ان لونها بقى عامل زي ما يكون رمادي قبل حتى ما تستوي، لونها مبيض فاتح، وانا مش عايزه حاجه زي كده. انا عايزه احافظ على لون حته اللحمه بتاعتي. فعشان كده شلنا عصير الليمون اللي في الفراخ وحطينا عصير برتقال. طيب في كمان في الفراخ في خلنجان، طبعا الخلنجان للفراخ بس مش للحمه. انا استبدلته بايه عشان يديني تطعيمه حلوه قوي ونكهه مميزه؟ استخدمت بداله بلحتين جوزه الطيب. بلحتين جوزه الطيب مع اي لحمه سواء شاورما او لحمه مشويه بياخدنا لحته ثانيه تماما. والبصل زي ما هو، والبابريكا وملح وفلفل اسود وبقدونس وطماطم زي ما عملنا في سيخ الشاورما الفراخ بالظبط. طيب نيجي كده نتبل اللحمه بتاعتنا. ادي عصير البرتقال، بسم الله الرحمن الرحيم، وادي البابريكا وملح وفلفل اسود. عصير البرتقال ريحته في منتهى الجمال. مقاديرنا على الشاشه، ومقاديرنا بتقول في شاورمه اللحمه هنستخدم ايه. هنستخدم كيلو بفتيك مدقوق، اهم حاجه يكون مدقوق علشان ما ياخدش وقت في التسويه بتاعتنا. معايا ايه كمان؟ ليا او منديل ضاني، ليا ضاني او منديل، ومعايا طماطم مكعبات، بقدونس مفروم، شويه زيت سندباد، معايا بصل، معايا كوبايه عصير برتقال، وهي دي اللي هتاخد الشاورما بتاعتنا لحته ثانيه. وحطينا طبعا بابريكا، وهنبشر دلوقتي بلح جوزه الطيب، والملح والفلفل الاسود حطيناه. طيب ليه انا جايبه البلحتين سلام يا نونا؟ او ليه انت جايباهم سلام ومش جايباه بودر؟ مع ان البودر هيبقى اسهل لك بكتير. انا عارفه ان البودر اسهل لي بكتير، بس ريحه البلح او ريحه جوزه الطيب وهو بيتحن في وقتها او بيتبشر في وقتها لاي وصفه بيبقى مميز قوي. بتحسوا بالتميز بتاعه سواء طعم او ريحه. لكن اللي هي اللي تبقى مطحونه ديت او مبشوره ومركونه عند العطار ما بتدينيش نفس النتيجه اللي انا ببقى عايزاها بالشكل ده كده. كيلو البفتيك عليه بلحتين، والناس اللي عندها شك من جوزة الطيب شويه ممكن تاخد بلحية واحدة عشان الطعم بس. ريحتها وهي بتتبشر وهي طازة في منتهى الجمال. انا حاسه ان هو هيتاكل معاها صح؟ يعني ناخد البلحتين لاخرهم. بسم الله ربك معانا ما تقلقيش، سيبيها على الله. يتحنوا خالص كده بالمبشره، وبصوا بمبشره عاديه خالص من اللي في البيت، عشان ما حدش يقول لي مثلا دي البلح جوزة الطيب بيبقى ليه مبشره معينه ومش عندي. لا، التلاكيك ديت الناس اللي ما بتحبش تتعب نفسها وكساليه زياده عن اللزوم، لا بالمبشره العاديه بتاعتنا خالص اهي، وبشرنا بلحتين جوزة الطيب ريحتهم في منتهى الجمال. بس كده كده فاضل لي ايه؟ هنركن البصل والطماطم على جنب مع البقدونس، وادي البصلتين الكبار اللي هنستخدمهم في القالب بتاعنا،
ونبدأ نتبل بقى اللحمة بتاعتنا ونحط معاها المنديل كمان عشان كله يشرب من بعضه في التتبيلة اللي احنا حطيناها. عايزة اقول لكم عصير البرتقال مع رشة جوزة الطيب اللي احنا عملناها او البلحتين اللي احنا عملناهم ريحتهم مفحفحة، تخيلوا بقى لما تستوي كمان ريحتها هتبقى عاملة ايه. الناس اللي ما عندهاش مدق، الناس اللي ما عندهاش مدق ادي السكينة في ايدي اهي وبالتقالة بتاعتها او بالايد بتاعتها وبعملت هتلاقيها ان هي بصي بتفرد معاكي. عايزه تحطي كيس ثلاجه عليها ما فيهاش اي مشكله بالشكل ده كده، ده كده هيديني مثلا حتتين. ليه بعمل كده؟ علشان يبقى رقيق معايا وما ياخدش تسويه، وبروح اقطعها علشان تبقى على قد السيخ بتاعنا بالشكل ده. الا اذا كنت انت بقى جايباه من عند الجزار اصلا مدقوق كويس قوي ومش هتحتاجي ان انت تعملي اللي انا بعمله ده. طيب انت يا نونا قلتي ان الشاورما بتاعت الفراخ الخلنجان بتاعها هو اللي بيخلي ان الشاورما نحس ان هي منقوعه بقى لها 3 4 ساعات وبيسرع التسويه بتاعتها. هل اللحمه نفس النظام؟ اللحمه لو يفضل طبعا ان هي تتنقع قبلها بكام ساعه، ويا سلام بقى لو نقعتيها في التتبيله بتاعتنا دي من بالليل تديكي تطعيمه هايله. انت كمان ممكن تعمليها في التتبيله وتحطيها على السيخ وتنقعيها بالسيخ نفسه في بوله كبيره او في طبق كبير. لو انت عايزه تنجزي وقت يعني تروحي قايمه الصبح ايه حاطه السيخ على طول في الفرن بالشكل ده كده. وهنروح الشاورما الفراخ، عايزه اقول لكم ان هي ما شاء الله عليها ماشيه هايله، ريحتها هي اللي خلتني بصيت عليها وافتكرتها. وادي المنديل بتاعنا اهو، بصوا يتنقع في زيت علشان يبقى طري وبياخد ويدي معانا كده، ما يبقاش ان هو ناشف ويتكسر مننا بس كده. ويتحط برضو في نفس التتبيله بالشكل ده. نشيل بقى ننضف كده حوالينا ونبدا ان احنا نعمل سيخ الشاورما بتاعنا. نفس النظام اللي عملناه ان احنا عندنا الطاجن بتاعنا والبصلايه الكبيره والبصلايه الصغيره وعيدان الشيش بتاعتنا. بصوا كده حطينا البصلايه بتاعتنا في الطاجن كده اهي، وعلشان نزنقها شويه وعشان تبقى ماسكه نفسها رحنا حاطين قطع البصل دي وقافلين بيها بالشكل ده كده، واحد عكس واحد اهو كده. وفي الارضيه طبعا في البصل، وكل اتنين نحط بينهم منديل او كل تلاته نحط بينهم منديل. ليه المنديل؟ علشان يديني تطعيمه حلوه قوي لما يستوي معايا السيخ بتاع الشاورما واجي اقطع الاقيه بيسلى ما بينهم، الاقيه بيسلى ما بينهم اهو كده اهو. بصوا كده، بصوا بيغطي بيغطي كده اللحمه اللي احنا حاطينها. وارجع احط طبقتين لحمه تاني او تلاته، الواحده عكس التانيه علشان تبقى جايبه طول وعرض لحد ما بتخلص الكميه بتاعتنا خالص. وارجع اعمل فيه زي ما عملت في الشاورما بتاعه الفراخ. فرن عندي الناحيه التانيه شغال على درجه حراره 200 ومنزله الشبكه لتحت خالص علشان يخش السيخ بتاعنا مظبوط وزي الفل. احط في الارض في فوق برضو، اقفل ببصلايه عشان يلملي كل ده واسويه ويبقى زي الفل. وهنشوف تسويته ولما يطلع هنقطعه ونشوف لما يتقطع هيبقى عامل ازاي وهيتقدم كمان ازاي. الحاجه بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل الحاجه اللي في البيت زي ولادنا ما هم عايزين، بل بالعكس هتبقى انضف واحلى لحد الكميه كلها ما بتخلص كده طول وعرض طول وعرض عشان يبقى السيخ بتاعنا ممسوك. انا ممكن اجيب سيخ اللحمه بقى احطه الناحيه التانيه علشان يبقى واضح قدامكم برضو وهو بيستوي. تعالوا كده نشيل اللحمه
ونحطه الناحية التانية قدامنا كده. دي العيش بتاع الصاج، وعندنا اللحمة بقى بتاعتنا. بصوا شكلها عامل ازاي، ريحته ما شاء الله الله اكبر. يعني تعالوا نطلعه هو كمان كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل اللي في الأرضية ده كله نطلعه على العيش. علشان نبدأ نقطع الشاورما بتاعتنا وتنزل على كل الجمال ده كله، وتتاكل بقى ايه، تتلف بقى في العيش السوري او عيش الصاج، او لو هتاكلوها بعيش بلدي مع حبة سلطة الطحينة كده في منتهى الجمال، تبقى حاجة عالمية بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله. حاضر 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 بالشكل ده كده.